السلام عليكم أصدقائي أحبائي على قناتي سنان صالح وقناة شيف وليد. اليوم راح نرجع من هامبورغ، طبعا تعبنا وتونسنا الحمد لله والشكر، ونشكر دعاكم إنه نوصل بالسلامة، والحمد لله وصلنا بالسلامة، وإن شاء الله هسه راح نرجع. أتمنى هم تدعوا لنا بالسلامة، طريق 5 ساعات، وطبعا راح نرجع أنا ووليد وسامر أخوي همين سوية راح نرجع. فيعني في كلش حلو قضيناه، وإن شاء الله استمتعتوا بالفيديوهات اللي طلعناها لكم، ان كان مال العرس مال الحفله مال الخطوبه، ان كان الفيديوهات اللي سوينا لكم اياها بالحياه اليوميه، واكو بث مباشر سويناه انا وشيف وليد من مزرعه دنشوي. ان شاء الله احط لكم الرابط مالته بنهايه الفيديو، هنا يصير مربعات اثنين، راح احط لكم حتى تشوفوا البث مباشر سوينا شنو اللي صار. فشي كلش حلو بقناه شيف وليد، هذا الفيديو مو بقناتي، بقناه شيف وليد. اوكي، فالمهم تدخلون على المربع، طبعا عشان تشتري من عندكم تشتركون بقناه شيف وليد وتشوفون الفيديو وتفعيل الجرس، حتى اول ما ننزل الفيديو راح ينزل عندكم همين الاشعار عندكم، فما اوصيكم. اوكي، ان شاء الله. فنقول لكم مع السلامه، نلتقي هناك ان شاء الله بمدينتي ماربورغ. ان شاء الله، مع السلامه. باي باي. وهاي الحلوه مالتي نايمه، وهسه احنا بالاستراحه وصلنا، خلي نرويكم اجواء الاستراحه. لولو مستريحه من قاحه. وهسه اصدقائي دخلنا هنا بالاستراحه، راح ناكل شويه نرتاح شويه، لان تعرفون عندنا اطفال ويانا، وبعد ما مشينا تقريبا 250 كيلو تقريبا. وهسه حاليا هذا سامر ويانا هنا، جاي حج وياي البيت، سامر ضيف عندنا، وهنا عندنا وليد الغالي، وليد حيروح بوجه البيت حبيبي. زين تجي اي زين عيني، وهنا خلينا نشوف الوضعيه وعلى شنو. يلا خليكم ويانا. احنا ساعة على الخط السريع. اوكي، طبعا الدنبق ويانا قاعد ندق بيه، هاي هيا ندق بالدنبق، يلا هيا هيا دق بالدنبق، حتى بالاستراحة ناخذ الدنبق. طبعا شوف النظافة، حمامات هنا، هذا ولودي، شوفوا حمامات هنا معوقين للنساء، هذا كله. اوكي زين، هنا ايش قال لك هنا؟ هلفة انتريجن مت موتسة، يعني يقول لك هنا شوف حتى فارع ماكو لا فارة ولا شيء، اي مال معوقين. ثاني شغله اكو هنا عندنا هذا تليفون مال الطوارئ اصدقائي، هذا مال الطوارئ، شوف هذا يصير بيه ضوء هنا ليزر، حتى شنو يضرب على الشارع حتى يعرفون انه يعني اكو فتحة طارئة، عرفت شلون؟ زين، اكو بعد في الشغله شنو حلوه هنا، طبعا الاستراحات هنا تشوفون الاستراحات هذني، هاي استراحه صغيره طبعا. اكو هذا شوفوا على خط السريع جد حلو، هذا السياج شوف حاطين اثنين، حتى خاف اول حيوان يعبر من هنا الحيوان الثاني ما يعبر من هناك، عرفت شلون؟ يعني بي اثنين يصير سياجين، شوف هذا السياج الاول وهذا السياج الثاني، حتى خاف يعبر من واحد ما يقدر يعبر على الثاني، ليش؟ لان اكو خط سريع هنا حتى لا الكلاب او شو، هو ولو اصلا الماني ما بيها كلاب، بس خوفكم من الحيوانات البريه يصير. زين، شوف المنظر اللي حاطيه هنا، خل ارويكم اياه، هذا الخط السريع قلنا احنا. زين، شوف هذا المنظر، حاطينها مصاطب نقول عليها. الو، شوف شلون حاطين منظر، واو، يعني بس واحد يقعد هنا يجي يرتاح هيك، اذا يريد يرتاح شوفوا انتم المنظر وتحبوا. طبعا ما اوصف لكم الروائح مال هذني الورود الصغار، شوف هاي الحمراء ما اوصف لكم اياها، الريحه مال خضار. على فكرة ألمانيا ما بيها تراب، على كل ألمانيا هنا كلها خضار تنزرع، يعني وبالموسم يتغير، يعني الحنطة تعب لكم هواي بالفيديوهات، لازم تداغون. اي والله، هذا جمهور هنا أحسن لاعب بألمانيا حاليا يلعب، إن شاء الله يا رب في يوم يصير منتخب العراق نشوفه. جمال طبعا ابن الشيف وليد، زين لاعب هنا فتشي، إن شاء الله مستقبل إله زاهر. بس شو ريحة مالها طيبة ها؟ ليش ريحة طيبة؟ بس حلو مكان هاي، حلو. ايه وشوف هاي الحمام حاطه طبعا لا بفلوس ولا شيء، مجانا يعني، ونظافه وكلينس وما ادري شنو كلها. زين، وهاي سياراتنا احنا هناك طابقيها، اللامبورجيني والبوغاتو. ايه هذيك سياره شيف وليد هاي، وهذيك البيضه هاي سيارتي هناك، وسياره سامر هاي الخضراء بالنص، هاي سياره سامر. زين، فكلش الحمد لله والشكر، وهاي قاعدين هنا العائله، وهاي هنا نص شوفوا مصطبات ذني تريلات مدري شنو. استراحه صغيره هاي، الاستراحه كبيره طبعا يصير بيها مطاعم وماكدونالد وبرجر كينج وهالسوالف كلها تصير هنا، فشي كلش حلو. يلا هسه شو نسوي؟ خلصنا، شوف هاي الزرعه شلون حتى تظل ثابته،
شو شلون مسوي مسوي لها، شلون مثبتيها على مود تطلع عدله، شلون رابطيها. شوفوا هذا شنو، هذا بلاستيك، هذا بلاستيك، هذا حتى شنو، هي من تكبر واحده تطلع قالب واحد وما يطلع زرع بيها من هنا، بس من فوق هم شلون مقلميها، عرفت شلون؟ هالشيء كلش حلو. وهذا يوسف الحلو مالتي هنا. يلا وهسه خلينا نروح للكمن استراحه، خلينا نروح لبيتنا ومن هناك ان شاء الله نصور لكم. شوفوا النظافه، ليش اكو واحد يذب كله بالزباله يذب؟ شوفوا شلون يجون استمرار عليه نظافه وشيء كلش حلو. وهذا قلت لكم هاي القعدات هنا زين، فشيء كلش حلو وروعه. وشوفوا النظافه انتم قدامكم، هاي النظافه مال استراحه. يلا ها، على فكره شوفوا فد معلومه هنا على خط السرعه، تشوفون هاي لوحه زرقاء، اخاف واحد يعطل بالسياره وما يعرف هو وين، هذا للرقم يطيل الشرطه، راح يجوا الشرطه لهنا، عرفتوا؟ حسب حسابكم. واكو بعد في الشغله همين، بس هنا من بين هنا اكو تليفون موجود، هاي السود تشوفون دني هاي السوداء يصير بيها سهم صغير، وين اتجاه التليفون يكون، اذا سهم منه معناته اتجاه تليفون منه، السهم منه اتجاه تليفون منه. فان شاء الله كلش حلو ان شاء الله. وهسه احنا راح نروح نشوف الاستراحه شلون نظيفه. يلا خليكم ويانا. يلا وهاي هسه اصدقائي راح نروح، هاي سيارتي، هاي سياره سامر اخوي، هاي سياره وليد. يلا خلينا نروح. ها قول لي من الحراره. من الحراره؟ وهذا ولودي الغالي، هلا هلا ولودي، هلا هلا اصدقائي. هنا طبعا بالطريق رايحين راجعين على طريق مال غابه، عفوا مال القريه، فصورت لكم انه اكو سرب مال المطارات كان قدامي يمشون. فهنا بالمانيا حصل لازم خوذه تلبس وجازه خاصه مال هذا الماطور تطلع، يعني هم امتحان وشغله يلا يطلعون جازم هاي الماطور، فممنوع اي واحد يصعد هيك ماطور ويسوق بالشارع بالمانيا حصرا، لازم عنده اجازه يكون ولابس ملابس مال حمايه اليه لازم حصرا يلبسهن. فيعني بس معلومات حبيت اعطيكم اياها على اللي يريد يسوق ماطور كبير بالمانيا هنا بهذا الحجم. واي اصدقائي هسه وصلنا بخير وسلامه الحمد لله والشكر. بعد طريق 4 ساعات وشويه. اي والله بعد ساعات وشويه تعبنا، وهسه حاليا الساعه 3 الظهر 3:05 همين. زين يلا خلي نروح ونقول لكم ان شاء الله تمتعتوا بهاي الفيديوهات اللي سوينا لكم اياها، ولا تنسون الاشتراك بقناتي وقناه ابن يوسف، اكو هنا مربعين صغار، اتمنى تشتركون بقناه ابن يوسف تدخلون عليه راح تستفادون وايد بالنسبه لعده اطفال. فنقول لكم مع السلامه. Bye.